ظواهر مدهشة. برنامج تمثيلي أسبوعي يبحث في تفسير الظواهر الغريبة في الكون. الإعداد والحوار الدكتور طالب عمران. ظواهر مدهشة. المخرجان المنفذان فراس عباس وأمير دياب. ظواهر مدهشة للمخرج مازن لطفي. حلقة اليوم بعنوان ممرات العذاب. ها أنت يا بلال تدخل في دائرة مغامرة شديدة الصعوبة، لم تتوقع أن تحفل بتلك المفاجآت التي داهمتك وأنت في مركز هذه الدائرة. بالمصادفة تعرفت إلى عبلة، الصبية التائهة المعذبة والتي أدخلتها في محاولة العبور من جديد، ولكن كزوجة لك على الورق فقط، وقد أشفقت عليها وهي تبكي بكاء مرا وقد رفضوها على المعبر الثاني، وتنجحان في الوصول معا من جديد إلى المعبر الخامس بعدما رأى كل منكما الآخر في محطات حياته المتتابعة عبر جهاز قراءة الذاكرة. هيا تقدمي أنت، انتهى فحص زوجك. حاضر. إنه جهاز عجيب، يعرض الذاكرة ويستعرض تفاصيل الحياة، يمكنك متابعتي ومعرفة قصتي. هيا يا سيدة، هيا بسرعة. حسنا، أرجو أن تتابعني يا بلال. سأتابعك يا حبيبتي، لا تقلقي. رأى بلال عبلة الوحيدة بين عدة شبان، هي الناجحة المتفوقة وهم غير المبالين بمتابعة الدراسة، وقد بدأ الفشل يقتنصهم واحدا واحدا. كانت تتعرض لمضايقات بسبب غيرتهم من حب والدهم لها وهي الابنة الأثيرة لديه، حتى أمها كانت تغار من حب والدها لها، وكانت مع أبنائها الصبيان في كل ما يفعلونه وتقسو أحيانا على عبلة. لم أرى ابنة متعلقة بوالدها مثلك يا عبلة، لماذا ها؟ أنت تفسدين علاقة والدك بنا أنا وإخوتك. ولماذا يا أمي؟ معقول؟ نعم، أنت فتاة أنانية لا تفكرين سوى بنفسك. بدلا من أن تشجعيني للتفوق وتدفعي بإخوتي للدراسة، أنت تعكسين الموضوع وتغيرين اتجاهها. تنتقدينني؟ أنت؟ على كل حال والدك هو السبب، إنه رجل غير عادل بين أبنائه
ولا يعرف كيف يتعامل معي ومعهم. ولوقوف الأم مع أولادها ضد الأب، وصل شجار بينهم حدا جعل الأب يصاب باحتشاء قلبي أودى بحياته. بكت وعبلة كثيرا، واعتقدت أن وفاته أعادت لأمها التوازن من جديد. أمعقول؟ في وصية والدك إجحاف كبير. إجحاف كبير؟ بماذا يا أمي؟ لك النصف ولنا جميعا النصف الباقي. يجب أن تتنازلي عن بعض حصتك لهم، وإلا رفعنا دعوى ضدك وضد والدك الذي جار على أولاده. أمي أرجوك لا داعي لذلك، سأعطيكم ما تشاءون. سنذهب غدا إلى دائرة المصالح العقارية ثم إلى المصرف لتقدمي لنا بعض مالك. كما تشاءون يا أمي. ولكن ما فعلته عبلة لم يكن كافياً، فلقد دفعتها أمها وإخوتها إلى الزواج من ثري. اكتشفت فيما بعد أنه يعشق أمها وهي تعشقه، فانهارت محبطة يائسة. وفي أحد الأيام سمعت صوت ارتطام جسم بالأرض، ورأت زوجها الثري المسن ممدداً على الأرض، وفوق رأسه بعض الأولاد مع الزوجة التي بدت مذهولة. أنت من فعلتها؟ بل أنت؟ أنت تكذب؟ أنت من فعلتها؟ ماذا فعلتم؟ لم نفعل شيئا، أنت من قتله وسنشهد جميعا بذلك. يا إلهي ماذا؟ إما أن تقبلي بذلك، وإما أن تتنازلي عن كل ما يملك زوجك لنا، أنا وإخوتك. ما هذا؟ يا إلهي يا إلهي، غير معقول، أنتم لستم بشرا. اخرسي، سأكومك فوقه. هذا أفضل لي من أن أحتمل العار الذي أشعر به الآن منكم. أيتها البلهاء الوضيعة، أنت سبب الخراب كله. قولوا لي ماذا فعلت لكم؟ ماذا فعلت؟ ماذا؟ ما فعلته كان كبيرا أيتها الحمقاء. رأى بلال كيف حوصرت الأرملة الصغيرة وكيف تعرضت لحملات التعذيب، حتى نصحتها صديقتها بالهجرة. يجب أن تتخلصي من هذا الجو المسموم يا عبلة بأن أهاجر. نعم، قد تبدأين حياة جديدة في تلك البلاد، وكيف لي أن أعبر معابر الحدود العشرة؟ يقولون إنها شديدة التعقيد وشبه مستحيلة. هو خيار صعب، لكن لا مفر من الهرب من هذه الأجواء المقيتة. معك حق يا صديقتي.
شعر بالأسى وهو يتابع ما يجري، وقرب ذلك عبلة من قلبه، فشعر أن عاطفة بدأت تنسج قلبه مع قلبها. خرجت من الكابينة الصغيرة وسمعا الصوت المألوف. يمكنكم التقدم، نجحتما في اختبارات العبور. كاد قلبي يتقطع عليك، مررت بتجربة رهيبة. هل تابعتها يا بلال؟ نعم، وشعرت بأن عاطفة قوية بدأت تنمو بيننا. شفقة؟ لا لا، ربما إعجاب، بل الحب. شدها نحوه يحتضنها، وهما يتجهان نحو المعبر الخامس. كانت أجهزته تختبر قوة التحمل والصبر، وربما لم يستغرقا سوى دقائق وعبرا، فهو وهي كانا قادرين بقوة كافية على الصبر وعلى التحمل. اقتربت منهما امرأة بدينة كانت تبتسم. سنفتح لكما الحاجز لتمرا. أنتما تقتربان من العبور الشرعي إلى بلادنا الحرة. والمعابر الجديدة ألا يوقفون هناك؟ بالطبع، هي معابر ولها خصوصيتها، ولكنها أقل زمنا من المعابر التي سمح لكم بالعبور منها قبل الحاجز الكهربائي. لو سمحت، متى ستفتحون حاجز النهر المائي؟ حالا. أيها الحراس، افتحوا الحاجز. سنفعل حالا يا سيدتي. يمكنكما المرور الآن، مهما حدث لكما في المعابر الأخرى فلن تعودا من جديد. عبور هذا الحاجز يعني أنكما أصبحتما في بلادنا، والمعابر الجديدة هي التي ستفرزكما إلى الأمكنة التي قد تعيشان فيها. بلال، أسمعت؟ قد ننجح فعلا بالعبور. هيا يا عزيزتي، يجب أن نتابع طريقنا. الحاجز الكهربائي له توابع، انتبها لهذه التوابع. ماذا تقصد؟ أية توابع؟ هناك ممر خاص بين الأعشاب، وهو مرصوف بالحجارة، يجب أن لا تخرجا أقدامكما منه. هيا هيا تابعا المسير. كان المعبر السادس يتضمن المرور أمام عدسات تصوير خاصة، واستغرق مرورهما 5 دقائق، وفي نهايته شعرت عبلة بألم في بطنها. بلال، يا إلهي، أشعر أنني أعاني من مغص شديد في بطني. تحملي حتى نخرج من المعبر، لا تظهري أي شعور بالألم. سأحاول، تعال ساعدني. بلال، الألم يزداد يا بلال. أرجوك حتى نخرج من المعبر، سنرتاح قليلا في المعبر القادم، ربما قدموا لنا شرابا ساخنا. نعم، أشعر بالعطش فعلا. سنطلب منهم الإذن بالراحة.
كأنه صخب لبعض الناس. ما زلت تتألمين؟ نعم، لا أكاد أقوى على الوقوف. أنا أبذل قصارى جهدي. أنا أرى امرأة تجلس خلف مكتب هناك، سأذهب إليها. لا لا تتركني أرجوك. استندي علي، استندي. حسنا، سنذهب سويا. هيا. ها، أنت تشعرين بمغص في بطنك جهة اليمين؟ نعم نعم. ربما كانت تشعر بالعطش والجوع. أنفقت ساعات طوال حتى نصل إلى هنا. لا بأس، خذي اشربي هذا الدواء سيريحك، إنه أشبه بالعصير. شكرا لك، طعمه شديد المرارة. تشعرين بالتعب؟ لا بأس، يمكنك الجلوس قليلا. هل سنقضي وقتا طويلا في المعبر؟ خذي اشرب هذا أيضا. لست أشتكي من تعب، أنا بخير. إنها جزء من الاختبار، تفضل. هاتي، طعمه لذيذ، أشبه بخليط من عصير الفواكه. هيا تقدما، أمامكما جهازان أشبه بصندوقين، ستتمددان داخلهما. يا إلهي، ما هذا؟ إنهما أشبه بتابوتين متطاولين. لا بأس يا عزيزتي، هو اختبار أيضا. أغلق الصندوقين بإحكام يا أليكس. نعم يا ساندرا. الآن أصبحا تحت تصرفك، حين يستيقظان لن يذكرا شيئا. سأدفع بالصندوقين إلى المعبر الأمامي. أعتقد أنهما سيكونان مفيدين كثيرا للمركز. عينات حية؟ نعم، وهي عينات استثنائية. حسنا يا ساندرا، أراك فيما بعد. استيقظ بلال وآثار الخدر عليه. كان ممددا على سرير أبيض مزدوج، وقربه عبلة ممددة كأنما تنام بعمق. مضت لحظات قبل أن يستوعب الأمر، كان أشبه بمخبول لا يدري شيئا عما حدث له. وفي الغرفة المجاورة كانت تجري أشياء غريبة. أنت تشعر بانتفاخ، وربما تحتاج لعملية سريعة، ولكن يجب أن تظل مقيدا بنظام غذائي خاص. يبدو أن ما زرعوه في بطني سيقطفونه قريبا. دكتور أرجوك، هل العملية خطيرة؟ لا تقلقي يا حبيبتي، سأكون على ما يرام. أنت قلقة علي؟ لا بأس، بصراحة العملية ليست سهلة، ولكننا سننجح في إجرائها. عملية من أي نوع؟ هناك بعض الالتهابات في الكبد تسببت بوجود ورم سليم يجب إزالته بالجراحة. يا إلهي، أمتأكد أنه سليم؟ بالطبع، وسوف نزيله قبل أن يتحول إلى خبيث. شعر بلال أن الطبيب يكذب على زوجته وهما يتهامسان، فقد بدت خائفة مرعوبة وبدا غير مكترث. وحين غادرهما اندفعت إلى صدره تبكي.
الذي جرى يا حبيبي؟ كيف أصابتك تلك الالتهابات؟ قالوا سيجرون لك جراحة لإزالتها. بلال أنا خائفة عليك. لا تقلقي، ليس هناك من خطر، جسمي قوي وسيقاوم، أنا متأكد. نعم أهلا بك يا جون. خير؟ سأصطحبك إلى المركز لإجراء بعض الاختبارات والفحوص المخبرية. يبدو أنهم سيجرون جراحة لك غدا في الصباح. ماذا تقول؟ قال لنا الطبيب بعد أيام وليس غدا. يبدو أن زوجك في حاجة ماسة لإجراء هذه الجراحة قبل أن يتفاقم الوضع. أنا جاهز، تفضل. بلال سأتي معك يا حبيبي. أهلا بك يا أستاذ بلال. شكرا يا دكتورة. هيئ ذراعك، سنأخذ بعض السنتيمترات المكعبة من دمك للتحليل. ستجرون العملية؟ نعم، وبحضور مجموعة من كبار الجراحين. أنا خائفة. لا داعي للخوف، لدينا أمهر الجراحين، ثم ليس هناك من خطر على زوجك، لا تقلقي. تمدد هنا من فضلك، ستدخل النفقة هنا ويصورك الجهاز في كل مناطق جسمك. هل حضر البروفيسور توماس؟ إنه قادم، طلب مني أن أجهز المريض. أهلا دكتور توماس. كيف حالكم يا جماعة؟ مريضون جاهز؟ نعم يا سيدي. أنت زوجته؟ نعم يا سيدي، وأنا خائفة عليه. لا تخافي، هو في وضع جيد وسيفرح كثيرا حين تلدين له الطفل الذي تحملينه في بطنك، أليس كذلك يا بلال؟ نعم 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 يا دكتور نعم. هيا ليخرج الجميع من هنا، وتبقى الدكتورة مارينا معي. هل أعطيته المخدر أيها الممرضة؟ نعم يا سيدي، وخلال لحظات سيغيب عن الوعي. عظيم، أغلق الباب وراءك. حاضر يا سيدي. ها، لقد بدأ يتخدر. سنهيئه للجراحة سريعا. الآن؟ نعم، يحتاجون للكبد، أحد الحاخامات طابق نسيجه مع نسيج هذا الشاب. لم يكتمل التبرعم بعد كما أرى. سأأخذ بعض من كبده، هذا يكفي. ستنمو الخلايا النسيجية لتكتمل بعد نقل الكبد منه. أعتقد أن كل شيء سيسير على ما يرام، اطمئني. ألا يشكل ذلك خطرا على حياته؟ ربما، على كل حال لا تعنينا حياته كثيرا كما تعلمين. نريد لاختباراتنا أن تنجح فقط، وإذا كان قويا سيتحمل كل شيء، أقصد كل الاختبارات، حتى ينهك الجسم وينهار. يا إلهي، لم أتوقع أن يكون جهاز الاختبار هو الكبد. يا إلهي، يبدو أن رحلة عذابي قد بدأت. ليتني استجبت للمخدر. جفناه يا رفان، لم يتخدر بعد. المخدر الذي أعطيناه شديد الفعالية، لا تقلقي. ها، جفناه رفان، ربما لأن ردود الفعل الانعكاسية لديه قوية يا مارينا. بدأ الدوار الفظيع، كأنني أسقط في هاوية.
ولم يعد يشعر بشيء، ثم شعر كأنه يدخل في عالم غريب من الكوابيس تحاصره كائنات مرعبة وهو بلا حول ولا قوة. ثم رأى عبلة وهي تحتضن غوريلا صغيرة، فشعر بعذاب فظيع. أما عبلة فكانت خارج غرفة العمليات تنتظر بقلق بالغ، ويبدو أن القدر أراد أن تعرف ما يخبئونه لبلال، فبدأت تلتقط كلمات غير مترابطة، ما لبثت أن فهمت منها كل شيء. عجل يا جوزيف، الرجل في خطر شديد. أحضرت بقايا من أكياس الدم الذي توفر في المختبر، لا يوجد سوى هذين الكيسين. هات، سنرى ما نستطيع فعله بهما. اذهب الآن وحاول أن تدبر أكياسا أخرى، هناك نزف شديد في الكبد المقطوع. حسنا، سأرى ما يمكنني فعله. كأنهما يتحدثان عن بلال. الممرضة تعرف أنني زوجته، لكن الرجل لا يعرف. سأحاول اللحاق به ومحادثته. اسمع يا أخ، اسمك جوزيف، أليس كذلك؟ نعم، من أنت؟ أنا باحثة هنا، أراك في لهفة وقلق. نعم، أدخل شابا للعملية لاستئصال خلايا كبدية من خلايا كبدية؟ زرعها منذ نحو 4 أشهر والآن حان وقت قطافها. شكلت ما يشبه كبدا آخر، تطابق نسيجه مع نسيج أحد الناس المهمين، وهم يحاولون قصه بدقة لإرساله من أجل إسعاف ذلك الرجل المهم. فهمت. ألم يحدثوك عن الاختبار؟ إنه سلسلة هامة من العمليات التي تتم بنجاح، بدأت بهذا الشاب وزوجته. وزوجته ماذا فعلوا بها؟ قل لي. أنت تسألين أسئلة كثيرة، ماذا تعملين بالضبط؟ وفي أي شعبة أبحاث؟ في الحقيقة أنا من شعبة الجرثوميات، واسمي الدكتورة سارة. أستودعك الله يا دكتورة سارة، آسف، سأبحث عن أكياس دم جديدة لذلك الشاب، قد ينجو من الخطر. انتظر، أرجوك قل لي ماذا فعلوا لزوجة الشاب؟ ما نوع الاختبار الذي جرب عليها؟ لا أدري فعلا، ولكن حسب ما سمعت إنه اختبار شديد الأهمية أيضا. عن إذنك. أصاب عبل الذهول وهي تتلقى هذه الأنباء غير السارة عنها وعن بلال. انفجرت الدموع من عينيها، فجلست في مكان منزوي وبدأت تبكي بصمت. يبدو أن القادم ليس سهلا عليهما. يا رب نجنا منهم. ليست بلاد المال والسعادة، بل هي بلاد السخاء. ويلي عليك يا بلال، ماذا يفعلون لك؟ خيرا يا ابنتي، أراك تبكين. أنا بخير يا خالة. كانت عجوزا زنجية تبتسم في وجهها مشجعة. أنت عربية وتبكين وفي مستشفى؟ لا،
لابد وأن المشكلة خطيرة. نعم يا خالة، بل هي مشكلة متوحشة قاسية، لم أرى في حياتي بمثل فظاعتها. إيدي يا ابنتي، البكاء لا يحل لك مشكلة. خالة، أنت تزورين مريضا أليس كذلك؟ جئت لزيارتك وزوجك. ابني يعمل في الحديقة والحراسة في المنزل الذي تقيمان فيه. سمع هو وحفيد ابنه عن خطورة الأبحاث التي يجرونها عليكما، فعرف أن حياتيكما في خطر شديد. هو من دفعك للمجيء إلى هنا؟ لا يا ابنتي، قبلكما كان هناك زوجان يسكنان في نفس الشقة، وأتيا عن طريق المعابر، وقتلتهما الاختبارات التي يجريها مركز البحوث الرسمي في مدينتنا. بصراحة خفنا عليكما أيضا. يعني نحن في خطر شديد. نعم يا ابنتي، وأين زوجك الآن؟ إنهم يجرون عليه جراحة شديدة الخطورة، وقد زرعوا في بطنه خلايا يبدو أنها نمت وصارت صالحة للقطاف كما علمت. وأنت؟ أنا؟ أجر علي اختبارا أيضا، ولكني لا أعرف عنه شيئا، ولا زوجي يعرف عنه شيئا أيضا. كيف لي أن أساعدكما؟ أنت يا خالة؟ مستحيل، أنت لا تستطيعين إنقاذنا منهم. ماذا؟ نحن لا نتحرك إلا في حراسة مشددة، لا يمكن الانفلات منها. هل تضايقك العجوز يا سيدتي؟ لا أبدا، أنا بخير، أنتظر خروج زوجي من العملية. تعرفينها؟ قابلتها هنا، هي عجوز مسكينة لا حول لها ولا قوة. لا تبادليها الحديث. لماذا؟ قد تؤذيك، تبدو أشبه بساحرة. حسنا، سأخذ حذري منها. أشعر بالملل والخوف وأنا أنتظر خروج زوجي من العملية. لا بأس، ولكن خذي حذرك. حذرك من تبادل الحديث معي؟ نعم يا خالة، وشبهك بالساحرة. يبدو أنكما في دائرة صعبة لا أحد يستطيع الدخول فيها ومعرفة ما يجري لكما. يا ابنتي، ليتني أستطيع التدخل. وماذا باستطاعتك أن تفعل يا خالة؟ أهربكما بعيدا عن الموت. الموت؟ خالة، زوجي الآن بين أيديهم يشرحونه ويعبثون بجسده، لا أدري إن كان سينجو من عملياتهم الجراحية. كيف لك يا خالة أن تهربيه وهو في أسوأ حال؟ يا ربي، خالة ليتك تعرفينه، هو رجل ولا كل رجال، إنه لطيف شهم نبيل وجريء، هو أيضا يحبني بصدق. اهدئي يا ابنتي، قد يعود الرجل الذي يراقبنا إلى هنا، قد يفصلك عني. اذهبي واستفسري عن زوجك وسأظل بانتظارك، قد أعثر على حل. يبدو هذا الحل مستحيلا بالنسبة لحالتي. حسنا، سأذهب وأسأل عن زوجي. أرجوك أرجوك يا خالة، ادعي لي، أرجو أن أراك هنا حين أعود. إن شاء الله. إلى اللقاء. إن شاء الله. كانت تشعر بيأس فظيع وهي تقترب من غرفة العمليات.
ألم تنتهي العملية بعد؟ زوجك بخير والعملية ناجحة تقريبا. نحتاج لبعض الدم، لقد نزف كثيرا. زمرة دمنا متشابهة، أستطيع أن أتبرع له. أنت حامل، قد يؤثر تبرعك بالدم على الجنين، هذا مستحيل. أهلا جوزيف، أمنت الأكياس؟ أمنت كيسين من الدم فقط. حسنا، أعتقد أنها كافية. كان بلال يعاني وكوابيسه تتلاحق، وكأن أمه كانت تجلس إلى جواره وتمسح له جبينه وهي تبكي. الأنذال يغتالون جسدك. أمه، أريد أن أذهب معك، تعبت يا أمه. لا 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 يا ولدي لا، امرأتك بحاجة إليك، هي في محنة أيضا. نبضه يتلاشى كأن قلبه يتوقف، الضغط ينخفض كثيرا. جاءوا بأكياس جديدة من الدم، قد نتمكن من إسعافه. أمه أمه لا تتركيني، أشعر بالخوف. يا ولدي ستكون بخير، يجب أن أذهب الآن. قلبي معك يا حبيبي، قلبي معك. الكبد المستنسخ بوضع جيد، ولكن وضع المريض يتجه نحو الانهيار التام رغم ضخ الدم. قمت بخياطة جزء الكبد المفتوح وقد توقف النسف. سأستدعي مارتن، قد ينجح في إعادة القلب إلى وضعه الطبيعي. أرجوك لا ترفض. اسمعي يا مارينا، لست مهتما بحياة هذا الشاب، وأنا أكره ذلك الزنجي الذي قد يحمل قضية هذا المريض لتصبح قضية رأي عام. أنا أضمن لك سكوته، لن يتكلم بشيء، أرجوك. حسنا، للمرة الأخيرة، لأنك ساعدتني كثيرا في هذه العملية ونجحنا معا في فصل الكبد الوليد. شكرا لك. ألو دكتور مارتن؟ أهلا دكتورة مارينا، خير؟ أرجوك نحتاجك في غرفة الجراحة رقم 30، المريض في خطر شديد ويهمني أمره. أنا قادم حالا. عادت عبلة إلى العجوز وهي حزينة.
في الأسبوع المقبل نلتقي مع حلقة جديدة.